دلوقتي احنا عندنا اخر حصه، حصه الالعاب. انا مش عايزه العاب، عايزه مفاجآت. هتجيب لي مين تاني؟ انا اتبسطت بالمفاجآت بصراحه. لا انت طماعه بقى. مش عايزه مفاجآت. مفاجآت ومفاجآت. خلينا نقوم نشوف شطارتك بالالعاب، بفقره الالعاب. جاهزه؟ جاهزه. يلا لازم تبني ان شاء الله. يلا بينا يا جماعه. وصلنا دلوقتي لحصة الألعاب، والألعاب النهاردة مش سهلة خالص. احنا محضرين الرشاشين دول، وكل فريق هياخد رشاش، وكل رشاش في 10 طلقات. ده بتاعك انت، ها؟ فريق درة معاهم اللون الأصفر، وفريق باسم معاه اللون البرتقاني. على السبورة اللي قدامنا في دوائر كبيرة سهل ان الواحد يصيبها، بس الدرجات بتاعتها بتبقى قليله، يعني الدايره الكبيره بتاخد نقطه واحده. لكن لو وصلوا ان هم ينشنوا في الدايره الصغيره جدا اللي تحت دي هياخدوا 12 نقطه. وكل واحد هيبدا طلقه للفريق ده، وبعدين طلقه للفريق ده، مجموع 10 طلقات كل واحد. طيب امير هيبدا، جاهز يا امير؟ اه. طب يلا. حلو، ثلاثة. اوه كويس 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 كويس. اه امير، اه امير، انا اللي طلع معاك ثلاثة بس. التدريب الدور على هند دلوقتي. يلا يا هند، فريق درة. لما تنشن لازم تسيب. ديري بالك في مصور ورا. ها اوه ده على الحرف الأربعة بره باينة يا جماعة. تمام يلا ميشو، يلا بره. حبيبي يا ابو النيل. يلا هلا هند، انت هتلعبي تاني؟ لا 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 جابر. يلا يا جابر. جابر 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 جابر. اوه بطل في الرمايه. يس لا سفاح سفاح يعني سفاح سفاح خلاص 12 يعني مستر اكس. شوف باسم يعمل ايه. خلاص شوف باسم يعمل ايه. لا 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 التحدي قوي 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 قوي. كمان باسم جاب 12. اصغر هدف موجود على السبوره. جابر جاب 12 وباسم برضو جاب 12. درة يلا يلا يا لا بحبه. ممكن جابر تاني؟ لا انا عايز لا احنا عايزين العدل كله يلعب. ده في الضياع. برافو برافو برافو. معلش امسكها امسكها. يلا امير باين على ما بعرفش انشن. لكن امير لكن معلش معلش. هاي بسببك على العالم. بار بار. اوه برافو. لا على اثنين. لا اثنين جابت اثنين. برافو. كنت منشنة اثنين. بار بار. عشرة. فين كانت فين؟ لا بره دي بره خالص. يعني من 12 لبره؟ لتحت ال 12 اتحسن يعني. معلش في عين. ماشي لا بلاش. انا ثلاثة ثلاثة. حلو استني. يلا دورة ركزي يا دورة، اتعلمي من جابر. وانا ايه؟ انا شن. برافو دورة. نقطة حلوة نقطة حلوة. مش هو واحد يعني مش مشكلة برضه. ثمانية. حلو حلو ثمانية. حلو حلو قوي. وات ولا انا؟ هو مصر على ال 12. اه مصر على ال 12 طبعا. ما تخافش سيبها لي انا بقى. حلو اثنين ثلاثة. يعني على حفل الصبور. يلا أمن البداية بس. دي بره. يعني دي
لا بره دي بره لا لا بره ولا عندنا مشكله تمام تمام ولا عندنا مشكله يلا يلا دور ركز خليكي في الواحد ها الو جت 8 جت 8 بليز بليز دور 8 ايوه بليز 8 دور طب ادي تمشي تمشي لا دي بره دي انا نشنت على 8 بس نشنتي حلو هم كام طيب باسم خلي بالك دي اخر طلقه انا لازم اسمع كلامك عايز يمين شويه اوت دلوقتي اخر طلقه لفريق دره تعالي ده الفيصل خلاص بصوا تشجيع قوي بقى اوت ده الفيصل يلا ركز خد راحتك الواحد تسعه تسعة تسعة ايوه كده نحسب العلامات طيب تاتيانا نعم حسبتي النقط طبعا طبعا طيب طمنينا ايه الاخبار بعطيك دغري النتيجه زي ما انت عايز اتفضلي بدي اقول كم مره صاب باسم وكم مره دره باسم اول مره 3 بعدين 12 بيرجع 3 بيرجع 8 بيرجع 2 بيعملوا 28 درة 12 بيرجع 2 بيرجع 1 بيرجع 9 يعني 24 لدرة يعني باسم اللي بيربح